هل نستطيع أن نقول أن الراية البيضاء رفعت من قبل صادقون ومن قبل الإطار التنسيقي بشكل عام فيما يتعلق بنتائج الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفك ولجميع مشاهدي قناتكم الكرام. الله محيك. في الواقع اليوم بعد قرار المحكمة الاتحادية نحن نفهم أن قبل أكثر من 10 أيام صدر القرار من السفير الأمريكي، وأن الضغوط الكبيرة التي مورست على المحكمة الاتحادية جاءت كلها اليوم لتصادق على هذه الانتخابات مع ما نملك من الأدلة القاطعة من تزوير وتلاعب. واليوم المحكمة الاتحادية بالرد لم تؤكد عدم وجود تزوير أو تلاعب، بل أثبتت ذلك وقالت أنها هذه الأدلة والوثائق التي عرضت في المحكمة ليس من اختصاصها، لأن المفروض كان مجلس القضاء الأعلى هو الحاكم والفيصل في ذلك. وهذه إشكالية على المحكمة الاتحادية، لماذا عقدت 3 جلسات لأكثر من شهر واستمعت إلى كل الأدلة والطعون والوثائق وبعدها قلت ليس من شأني، عكس ما حدث في عام 2018 عندما أقررت بوجود تلاعب وقمت بإعادة فرز ما يقارب 10%. النتيجة اليوم المحكمة الاتحادية أثبتت وجود تلاعب وتزوير عندما أبطلت قانون الانتخابات وقالت يجب على البرلمان القادم أن يقوم بتعديل هذا القانون لأنه يهدر آلاف الأصوات. ثانيا أنها أقرت بوجود خروقات قامت بها مفوضية الانتخابات في انتخابات 2021، وبالنتيجة لحد الآن تبقى الأدلة التي طرحها تحالف الفتح من غير جواب على هذه. أنا سألتك سؤال، هل رفعتم الراية البيضاء وانتهى الأمر أم ماذا؟ لا، لم نرفع الراية البيضاء. اليوم نحن ثبتنا للتاريخ، ثبتنا لجميع أبناء الشعب العراقي أن عملية الانتخابية سادها التزوير، والأدلة التي قدمناها كفيلة، ولكن نحن نحترم ونلتزم بقرار المحكمة الاتحادية لأننا سياسيون. والسياسي طبعا اليوم إذا سئل أي سياسي بما فيه السيد هادي العامري هل تذهب مع إلغاء النتائج، سوف يقول لا لن أذهب، لأنه بالتالي يؤدي إلى الفوضى وإلى ما لا يحمد عقباه. وبالنتيجة نحن مع القانون مع الدستور في حفظ الدولة وحفظ جميع مؤسساتها، ونحترم قرار المحكمة الاتحادية.